بما أن على مشارف العيد راح يتغير نظامنا الغذائي من صياب طول النهار إلى نظام تناول وجبات خلال النهار، فلنتغير بالتدريج ونحافظ على عاداتنا الصحية اللي اكتسبناها في رمضان بعد رمضان. نصيحتي بشهر رمضان إن الواحد يأخذ كمية كافية من الماء بعد وجبة الإفطار بالتدريج لين وجبة السحور بحيث إنه يوصل لاحتياجاته الطبيعية. سحور is a vital meal during holy Ramadan, so try to take it in a form of complex carbohydrate. Iftar, it should be simple sugar and carbohydrate. Don't forget to drink plenty of water during iftar time, around 8 cups per day.